الأراضي والتراث من ميدان الشعب وميدان التاريخ من ميدان الأصالة من ميدان الهجن العربية الأصيلة بمنطقة اللبسة بإمارة أم القوين ضمن هذا المهرجان ألا وهو المهرجان العاشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وتوجيهات أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وهنا في هذا الميدان تأتي التوجيهات السامية لسيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة أم القيوين ومتابعة واهتمام من سيدي سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى ولي عهد إمارة أم القيوين. أيها الإخوة مشاهدينا عبر دبي ريسينج وعلى الهواء مباشرة وعبر إذاعة أم القيوين صوتا ينطلق بحفظ الله ورعايته شوطنا الرئيسي شوطنا الأول المخصص لسن الإذاعة لمسافة 6 كيلومترات. واليوم يوم الإذاعة اليوم يوم الإذاعة ويوم أيضا التنافس ومسافة 6 كيلومترات. جائزة هذا الشوط هناك سيف ذهبي مقدم من عبد الله بن سيف بن عمير الجثبي بالإضافة إلى السيارة. يا سلام نسير إلى مقدمة الشوط أرى مطرة مع هذا الشعار مع النجمة الزرقاء النجمة اللي أيضا تلمع دائما في الميادين لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. مرحبا يا أبو سلطان. النقلة التالية على المركز الثاني هنا الشاهنية تأتي ثانيا لمحمد بن سعيد بن علي الشامسي بن عمر الشامسي. النقلة التالية على المركز الثالث هنا أيضا ديمة أحمد بن عبد الله بن محمد الرميثي تأتي ثالثا. المركز الرابع أصبح من نصيب مهمة ومهمته أنها تنتزع السيف علي بن خلفان بشاوي الغفلي انتقلت إلى المركز الرابع. المركز الخامس أصبح من نصيب لجامة ضيفتنا العزيزة من دولة قطر الشقيقة من ميدان الشيحانية لغانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. هذا الشعار اللي أطلق عليه صايد الرموز. ننتقل مباشرة إلى المركز السادس هنا زعفرانة سالم بن محمد بالضبيعة الاجتبي. هذه نتيجتنا أيها الإخوة مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء. هذه النتيجة للستة المراكز الأولى والمسافة طويلة والكل يبغي ينال السيف الذهب. سيف الذهب هناك على المركز الأول لا زالت مطرة مع هذا الشعار اللي ما تغيب عنه الشمس في كل ميدان وفي كل زمان سعادة أحمد بن سلطان الحلامي أيضا متواجد بقوة أحد الداعمين الأقوياء لهذا المهرجان. ننتقل إلى المركز الثاني هنا الشاهنية تأتي ثانيا محمد بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي. النقلة التالية هنا شعار الرميثي مع ديمة أحمد بن عبد الله بن محمد الرميثي في المركز الثالث. المركز الرابع أصبح من نصيب مهمة لعلي بن خلفان بن سالم بالشاوي الغفلي. والمركز الخامس أصبح من نصيب لجامة غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين متواجد أيضا ضيفنا العزيز. نرحب بأجمل ترحيب. المركز السادس شعار بالضبيعة غرام 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 ولا بن عديل مصبح
بن عبيد بن عديل العليلي انتقلت إلى المركز السادس. يا سلام، إن سألتوا عن موقعنا في الأعراب نقولكم يعني انتصفنا المسافة، أي قطعنا 3 كيلومترات وما تبقى عن خط النهاية وعن السيف الذهب إلا والسيارة والزعفران إلا قل عن 3 كيلومترات، ولا زال شوط بقيادة مطرة، ونحن هنا تحت سحابة جميلة ننتظر المطر إن شاء الله من رب العالمين أن يسقينا القيث ولا يجعلنا من القانطين يا رب العالمين. يا سلام، هذه مطرة مع الشعار الأصفر، مطرة الخير، مطرة الناموس مع الشعار الأصفر مع النجمة الزرقاء، وإن شاء الله نكون يوم الخير عليها. مطرة اللي في المركز الأول سعادة أحمد بن سلطان الحلامي هو المالك لمطرة أيضا، والمركز الثاني هنا التقدم أيضا من قبل ديمة أحمد بن عبد الله بن محمد الرميثي، والمركز الثالث أصبح من نصيب الشاهنية لمحمد بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي، والمركز الرابع اللي دخلت في هذه اللحظة وانتقلت إلى المركز الرابع من مركز إلى مركز أيضا لجامة ضيفتنا العزيزة غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، والمركز الخامس غرام صبح بن عبيد بن عديل العليلي، والمركز السادس أصبح من نصيب شعاع محمد بن حمد بن خريبيش العويسي ضيفتنا العزيزة أيضا من سلطنة عمان الشقيقة. يا سلام يا سلام، هنا التلاقي أيضا بين الأشقاء والأصدقاء في ميدان الشعب، ميدان التاريخ، ميدان العراقة، ولا زالت مطرة. نعود والعود أحمد إلى مطرة الخير حتى هذه اللحظات. مطرة هي لا زالت مسيطرة على الموقف، مسيطرة على السيارة، مسيطرة على السيف، سيف الذهب هناك، سيف الذهب بعد خط النهاية، ومطرة لا زالت أحمد لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. الله يا الحلامي، الله 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 يا أبو سلطان على هذا المال الجميل. هنا الخطورة وصلت من ضيفتنا العزيزة من دولة قطر، هذا الشعار أيضا لا يستهان به اللي خذت المركز الثاني أصبح من نصيب لجامة غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، صايد الرموز في كل ميدان. المركز الثالث أصبح من نصيب غرام صبح بن عبيد بن عديل العليلي، والمركز الرابع أصبح من نصيب شعاع محمد بن حمد بن خريبيش. 1200 يا سلام، ولا زالت مطرة على تلعب بدون أي أوامر تلعب منذ البداية وهي مستلمة المركز الأول. ما طاعت، تبغي السيف، تبغي السيف الذهبي، السيف الذهبي هناك، السيف. الله 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 يا أبو سلطان، بالأمس شهدنا إنجازات 5 سيارات، وهنا اليوم مطرة في المركز الأول طارت. ما شاء الله عليك يا مطرة، سعادة أحمد بن سلطان الحلامي في المركز الأول، عينها على السيف، عينها على الناموس. المركز الثاني والخطورة من لجامة ضيفتنا غانم بن منصور الخيارين في المركز الثاني، ولكن لا زالت مطرة. مطرة لجامة ونحن نقترب 400 متر الأخيرة من السيف، السيف 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 والسيارة لمن؟ يا سلام لجامة غيرت النتيجة، خذت المركز الأول. هذه لجامة أيضا
سلام يا العوينة، سلام سلام لدولة قطر الشقيقة. السيف المقدم من عبد الله بن سيف بن عمير انتقل إلى لجامة، ولكن مطرة المحاولات الأخيرة، ولكن لجامة. تهانينا والناموس لغانم بن سيف، السيف الخياري المركز الثاني، وصلت في مطرة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي واللي خذت المركز الثالث، الشاهيني لمحمد بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي، والمركز الرابع مهمة لعلي بن خلفان بن سالم بن شاول الغبري المركز الخامس، اللي وصلت في غرام صبح بن عبيد بن عديل العليلي. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء للشوط الأول الرئيسي للإبكار. شوط السيف ذهب إلى العوينة، وانتقل السيف من ميدان اللبسة إلى ميدان الشيحانية وإلى دولة قطر الشقيقة. تهاني والناموس. التوقيت الزمني لمسافة 6 كيلومترات 9 دقائق 20 ثانية، أو 9 دقائق ثانيتين 22 ثانية وجزء واحد من الثانية، 9 دقائق 22 ثانية جزء واحد من الثانية، هو توقيت لجامة اللي حصلت على السيف وعلى السيارة في الشوط الأول الرئيسي. المركز الثاني كان لمطرة، الله يقول الحق، قدمت عرض ممتاز تشكر عليه ويشكر عليه مالك سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، حيث أنها قطعت المسافة في 9 دقائق 22 ثانية وجزئين من الثانية، فرق بين المركز الأول والثاني جزء واحد من الثانية. والمركز الثالث كان من نصيب الشاهينية محمد بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي، حيث أنها قطعت المسافة في زمن وقدرة. التوقيت الشاهينية 9 دقائق 28 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لجميع الإخوان الفائزين في هذا الشوط الرئيسي هنا لسن الإذاع لأبناء القبائل. المسافة كانت 6 كيلومترات، واليوم يوم الإذاع يوم التنافس أيضا، بدأنا بسن الحجايج وانتقلنا بالأمس إلى سن اللقاية، ونشهد اليوم يوم الإذاع، وغدا إن شاء الله بيكون يوم الرموز، يوم الكؤوس اللي أيضا يحمل